3-3-3 شيل ثلاث ماتشات اول يوم، ثلاث ماتشات ثاني يوم، وثلاث ماتشات النهارده ثالث يوم، وده مسك الختام للاسبوع الرابع. المحله والزمالك، عواد يمسك كورته يسلمها لحسام عبد المجيد. حسام لوحده يسلم لفتوح، فتوح بيقوم بدور دونجا اللي كان بيقوم بيه في المباريات اللي فاتت للزمالك، ان هو يقع وسط الاثنين سرد باكات ويساعد في تحضير الهجمه الزملكاويه. حسام عبد المجيد، فتوح، دونجا معاه ناحيه اليمين، لكن يغير اللعب عند زيزو. زيزو ايشو عمر جابر معاه، لكن يختار الحل الفردي بكعب رجله لعمر جابر اللي بيضم لجوه. عمر يستنى فتوح، عايز يغير اللعب، توصل عبد الله السعيد. يا ولد لنصر، يا ولد، احلى من جول الاسيست، احلى من جول الاسيست. اسمع مني، عبد الله السعيد اسيست يرقص كل حد، يرقص واحد واحد في الملعب، رقصني انا وانا قاعد. عبد الله السعيد اسيست من نار لناصر منس اللي بيلعبها من فوق عامر، وهدف اول للزملكاويه. 1-0 موال من اوله حلو. ادي عمر جابر، اتفرج بقى على عبد الله السعيد، بص دي، بص الاسيست، يا ولد وسط اربعه لعيبه وبشماله يسجل ناصر منسي هدف اول. الحكايه كلها في الاسيست، التمريره حلوه من عمر جابر، فتوح لعبها لعبد الله السعيد، لكن الاسيست يا جماعه ده اجمل اسيست في الموسم، مش اجمل اسيست في الاسبوع، ده اجمل اسيست في الموسم. ينافس يا سيدي، ينافس على اجمل اسيست في الموسم. حلوه يا عبد الله، حلوه يا عبد الله، يا ولد. وناصر منسي برضه، وناصر منسي لعبها حلوه قوي من فوق عامر، لكن اللي خد السوكسي كله، اللي خد اللقطه كلها عبد الله في التلت الهجومي، او لما المحله بيبدا يمسك كوره يبتدي يهاجم، المسافات كبيره قوي ما بين اللاعب والتاني بقميص نادي غزل المحله، لكن عكس الزمالك بيلاقوا بعض بشكل كويس، اللعيب عنده اوبشن واثنين انه يعمل التمريره. ادي عمر جابر ليشو في المساحه، عمر جابر يعدي، عمر جابر يلعب الكره العرضيه تخبط وتعدي، وادي الراسيه، لا 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 لا، ناصر منسي يسجل الهدف الثاني. الكره بتحب الزمالك، الكره تخبط وتتصلح لناصر منسي اللي بيحطها براسيه في المقص، الكل رايح لعمر جابر. دي مباراه الاسيستات يا جماعه، دي مباراة الاسيستات، عرضية من عمر جابر تخبط، ولكن تخبط وتروح لصالح الزمالك، تخسر منسي ويسجل هدف. بص الكرة لإيشو، إيشو يردها لعمر جابر، الاثنين دول بيلعبوا السهل، الاثنين دول ما بيصعبوهاش على نفسهم، تتلعب الكرة العرضية، هو لعبها ناحية عبد الله، تخبط وعايزة ناصر، هي عايزة ناصر، أهو بص حضراتكم، بيلعب الكرة العرضية ناحية عبد الله السعيد، تخبط وتروح لناصر منسي اللي بيركنها ركنة معلم في المقص الشمال، وهدف تاني لصالح نادي الزمالك. 2-0 2-0 في تلت ساعة أو في نص الشوط الأول. حضر والكرة جاية له وعرف يركنها، لكن الكل راح لعمر جابر. ترجع لدونجا مرة تانية، يدخل فتوح في العمق، لكن تتلعب لعبد الله السعيد، تمريرة من عبد الله، يا ولد لمصطفى شلبي، يقع على الأرض، تكمل لعمر فرج، ياخدها بشكل رائع، وأدي التدخل وحكم اللقاء يدي ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح نادي الزمالك. عمر فرج يتسبب في ضربة جزاء على عموري لاعب غزل المحلة، يأكد ادي ضربة الجزاء. بسيوني بيتكلم مع الاعتراضات من جانب نادي غزل المحلة، عامر بيتكلم، لكن ضربة الجزاء من حكم اللقاء محمود بسيوني هنشوفها مرة تانية. ادي التمريرة، عبد الله السعيد، هو عبد الله يا جماعة، هو عبد الله وتمريراته دي من مصطفى شلبي، وادي عموري حط جسمه عمر فرج قدام عموري، ادي الانطلاقة من مصطفى شلبي، التاكلينج كان موجود، ياخدها عمر فرج في اللقطة الثانية، والتحام ما بينه وما بين عموري، حكم اللقاء قريب ويدي ضرب الجزاء لصالح نادي الزمالك. لكن عبد الله السعيد وتمريراته، عبد الله السعيد وبينياته، يعني ناصر منسي يسجل هدفين يقترب من مان اوف ذا ماتش، انما بينيات عبد الله السعيد تقلب الماتش، تقلب الماتش. كلام ما بين فتوح ومصطفى الزمالك انه يزود الغله التهديفيه، انه يخليها ثلاثيه. كلام من بسيوني مع لعيبه الفرقتين، محدش يدخل جوه ال 18. والقوس، زيزو عامر يا ولد يسجل احمد مصطفى زيزو على يمين عامر، هدف ثالث لصالح نادي الزمالك. بالثلاثة الزمالك يأكد على الثلاث نقاط قبل ربع ساعة من نهاية المباراة. 3-0 2 لناصر منسي، وهدف زيزو، هدف رائع، ركنها حلو احمد مصطفى زيزو، من المتخصصين في ضربات الجزاء.
احمد مصطفى زيزو يسجل هدف ثالث للزملكاوية. 3-0 ليلة زملكاوية، ليلة باللون الابيض بخطين حمر لجماهير الزمالك، فرحة في الجهاز الفني لصالح نادي الزمالك. بالنتيجة رايح لها زيزو، تتلعب كالعادة قصيرة المرة دي الميشالاك، ترجع لزيزو بيفكر في العرضية، ادي العرضية لزيزو خطيرة والهدف الرابع لصالح نادي الزمالك. حسام عبد المجيد يسجل الرابع لصالح نادي الزمالك من عرضيات زيزو، تخبط وتروح لحسام عبد المجيد ما يلاقيهاش غير في الشبكة. كاستيلو قلب الدفاع احمد فتحي اللي حاول يشتت، يلاقي حسام عبد المجيد تخبط في طريقها وتروح ويسجل الهدف الرابع لصالح نادي الزمالك. اي ليلة يا زمالك، اي ليلة ليه جماهير الزمالك. الجماهير دي يعني وهي راجعة كأنها راجعة من فرح، لان فوز الزمالك بالنسبة لهم فرح. وادي جماهير المحلة طبعا، نتيجة ما كانتش ولا في التوقعات. ادي ميشالاك يردها لزيزو، بص بقى العرضية، ادي العرضية يجي يشتت الجزار تخبط في حسام عبد المجيد. يا حظك يا جزار، يا حظك يا جزار، يجي يشتتها لكن ألف به تشتيت. خد بالك بقى، ألف به تشتيت، شتت في نفس الاتجاه اللي جاية منه الكورة، شتت على طرف من الاطراف، ما تردهاش في نص الملعب. ده ليه؟ علشان محدش ياخدها سكند بول في المرمى مرة واحدة. ما بالك بقى حسام عبد المجيد طالع عامل له بلوك طايرة، وكأنه لعب طايرة على الشبكة. حسام عبد المجيد عمل بلوك بدماغه، عمل بلوك بدماغه.